fait 4 mois, le 2 septembre 2023, qu'est le Front patriotique pour la souveraineté. C'est un homme pour énicher des membres. ديني عمره 20 سنة فاتح صالون هنا حلاقة للنازحين والوضع المادي ومجانا بحلق والوضع هنا لا يسمح انه حد يحلق بمصاري فاسم الله ونعم الوكيل من الحرب وهنا شردنا هنا على المدارس هنا بنحلق ل 10 انفار 15 نفر من الشباب كبار و 20 30 نفر لاولاد صغار حسب الوضع الكيف لا يسمح انه اغراض لازم يكون عندنا كهرب شوي اغراض لانه عشان نقدر نستغل الوقت ونحلق لكل المدرسة ان شاء الله من زاد لزاد ونكمل حلقتنا مجانا. انا من اول الحرب اجيت هنا وفتحت وعارف الاوضاع صعبة كتير فاللي رايح واللي جاي بنقول يلا تعال واحلق مجانا. رسالتي انه الله لا يطولها من شده حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي هيك عمل فينا. We will not rest until this genocidal war comes to an end. أنا نور نفسي أكون مهندسة. أنا تميم نفسي أصير صحفية. أنا نجوى نفسي أصير صحفية. أنا ليان نفسي أصير معلمة. أنا محمد ونفسي أصير طبيب.
أنا عبير نفسي أكون مهندس. أنا تالا ونفسي أعيش زي أي طفل بالعالم.